بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. القناة ديالكم زيو سيتي، مرحبا. كتشرفونا يعني انكم كتهتموا بالاخبار ديال الجالية المغربية هنايا. الاخ ديال اخويا دوز شي ايامات ديال العطلة في بركان. زعما الصراحة من هذا المنبر غادي نشكر عامل عمالة بركان. الصراحة واش نقول لك، الحمد لله تبدلت بركان، دار لها البنية التحتية، طرقات، حدائق، متنفس، البركان. ويعني الصراحة كنشكر كان ربي تح لي هذه الفرصة، نشكر هذا العامل، محطة الطرقية، السوق الأسبوعي، يعني الحمد لله بركان. واش نقول لك، تغيير جذري في البنية التحتية تقريبا 80%، وهذا الشيء اللي كنتمناه المسؤولين ديالنا اللي في كل البقاع ديال المغرب، انهم يهتموا بالبنيه التحتيه ديال بلادهم. منها ان كل مسؤول عن رعيته، وثانيا انها صدقه جاريه. اللي دار شي طريق مزيانه ولا قنطره ولا واد، راه صدقه جاريه. ها المسؤوليه، ها الاجر، ها الاجره ديالو. ومن هذا المنبر كنشكر عامل والمسؤولين ديال بركان، والحمد لله لحد الان واخا كنتكلم معاك مازال الاشغال. وكنشكر هذا السيد، وعبره ومثال، والله يجازيه بخير. والحمد لله نكذبوا على ربي حرام، حتى واحد ما كره يخرج من بلاده. البلاد ديالنا زينه، الارض ديالها زينه، الخضره زينه، وكل شيء زينه، لكن اللي كيسيروا البلاد نطلبوا ربي يهديهم ويخدموا انهم غادي يتلاقوا امام الله ويؤديوا المسؤوليه. الحمد لله بعد الزياره ديال العائله والوالده والاحباب، الحمد لله. وهذه هي يعني بنادم كيتلاقى واحد الفرصه كيشوف الاهل ديالو، وهذه سنه الله وسنه الحياه. بنادم كيقلب على الطرف ديال الخبز ديالو، ما كرهناش، نعاود نكررها، ما كرهناش نخرج من بلادنا. حتى واحد ما عزيز عليه باللغه ديالو والثقافه ديالو والحضاره ديالو، لكن هذه هي، هذا هو الواقع، والظروف هذه هي. التذاكر واش نقول لك يا خويا غاليين، كذب على ربي حرام. زياده ديال الاسعار ديال المواد الغذائيه، زائد زياده ديال اسعار التذاكر، هذا استغلال. كنقولوا استغلال، كنكذبوا، كنقولوا الحكومه ولا رئيس الحكومه، كل واحد عنده النصيب ديالو كيستغل الضعف. عكس ما قال الدين ديالنا، من فرج كربه على اخيه المؤمن فرج الله عليه كربه من كرب الاخره في الدنيا، يعني اللي فرجت. حنا كنستغلوا الضعف، وديك داك الوقيته اللي صعيب عليه الحال الانسان وكيستغل. ماشي هذا هو الدين، وماشي هذه هي الاخلاق ديال الدين ديالنا. ونطلبوا ربي يهدي كل الجامعة، هذا هو اللي غادي نقولوا. الحمد لله، ونسخي زيت معطيات طاس وزيت نسخي شا، ولكن دماج اكني ويعاون سي ربي عافاك. ان شاء الله نتمنى يني وديا، ان شاء الله هذا حنا زانت موات نسان. ايه كلشي شنا، كلشي المليح، حكني ويعاون سي ربي. شويه خويا شويه، ولا كاين اللي حسن عاون، شتيه لا حسن عاون، معليش. وخا غاليين مساكين محتاجين، المهم بصحتهم. ودعات ستيسيا معنا، الله يعاونكم. ودوزناها بخير الحمد لله، كلشي مزيان صراحه الله. المهم دوزنا، شفنا العائله، الوالدين، داكشي اللي مهم عندنا. انا من تيزي وسلي، عمل التازة. بالنسبة يعني التذاكر، يعني كيفاش التذاكر؟ شوية غالية هذا العام، حيت أنا قطعت شوية بكري في ذاك الأموم اللي باش كانوا يلا حلو، كان غير بغيتو واحد، قطعت شوية غالي، ولكن ماشي مشكل. أربع سنين ما دخلنا للبلاد الحمد لله، كل شيء داز بخير. واش غادي نقول لك، بحال بالنسبة اللي شوية موفر مناسبة، ولكن البوغري اللي راه خدام غير جورني في المغرب راه شوية سخون الحال. النظر يدور الصباح، يدور ضوء الدار، ان شاء الله اليمان، ان شاء الله نهار قواح نسعد يجن شهر مغني تعاود الصباح. ايوا واش الشعل ذا سوا تناكلو غير زقناه. لا الحمد لله مليح مليح، كلشي مليح. اش من جمدي وصل النظر؟ الحمد لله كلشي الصباح، كلشي ضوء الدار، كلشي عند ضوء الدار. احنا جاني عجباسن الحار، النظر تحت الطوارع، ان شاء الله عام نويدي كوا، ان شاء الله ثنا في مناخر. واسكاع عاد شويه دوينه، خصها تبدل النيمار ان شاء الله، خصها تبدل شويه دوينه، خص صحاب الخارج مره. ايوا الحمد لله.
هي جينا عام هاد كاين واحد الاختلاف بارابور لاني دارنيغ، العام الفايت كاين شويه في الاسعار، اختلاف في الاسعار، ومن ناحيه الاصلاحات شي هذاك الشيء كيبان لي داك الشيء ما كاينش تغيير، هو هو. بالنسبه للتذاكر ديال انا كنجي في سات، اول مره كنجي على الاسبان، وعلى ما سمعت قال لك كاين شويه الارتفاع هذا العام. سيدي دوزنا مزيانه في المغرب، سيدي كلشي مزيان، واخا كاين شويه الغلاء وداك عارف الاسعار، كاين شويه الاسعار وكاين كلشي. دابا اش غدير؟ كلشي ديال الله، اش غدير؟ الحمد لله كلشي مزيان، دوزنا العطله مزيانه سيدي، المغرب زين اخويا. ايوا شويه النظام عاد باقي، خصك شويه النظام عاد، يعني كاين ماشي بو شي نظام تماك ما كاينش اخويا، والله لحقاش راك عارف. دابا هاد الناس هنا كل واحد يعني الدحاس، كاين بزاف الحوايج كاينين خاصين بزاف، اللي خاصين شويه. راني مزيان الحمد لله، كلشي داز مزيان الحمد لله، العطله مزيانه. هذا كيفاش نورمال، كاين اللي قطع قبل كيقطع شويه درخه، وفي التالي كاين اللي كتبقى يومين ثلاث ايام اربع ايام كيدير عاود سيزون بوحدو عاود. يعني كتبقى منه غاليه. غاليه وخصك تقطع ماكسيمين، تقطع واحد الشهر قبل ولا ولا تقطع لي روتور. يا سيدي الحمد لله كلشي مزيان، كلشي داز مزيان، عطله مزيانه الحمد لله. دابا رانا غاديين كاين الغلا زعما، من ناحيه شي حوايج كاين الغلا، يعني بحال هكا كيديروا 40 دوره بزاف، كاين بوكو كاين ممكن اسعار، كاين يعني كاين ارتفاعات بزاف، كاين شويه الاخر، ولكن كلشي مزيان. دابا بنادم الا عولت على كلشي غتعول تسير على كلشي. دابا واش غدير؟